أعرب الفريق أول محمد زكي قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة المصرية باللبنانية وقد جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول محمد زكي وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زياره رسميه تستغرق عده ايام تناول اللقاء مناقشه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الاقليميه والدوليه الراهنه وزياده مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا البلدين واعرب القائد العام للقوات المسلحه عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحه المصريه واللبنانيه وتطلعه ان تشهد المرحله القادمه مزيدا من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكريه من جانبه اشاد قائد الجيش اللبناني بدور مصر الرائد في المنطقه ودور القوات المسلحه المصريه في تطوير قدراتها القتاليه للحفاظ على امن مصر القومي، وكانت قد اجريت مراسم استقبال رسميه لقائد الجيش اللبناني بمرافقه الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحه بمقر الامانه العامه لوزاره الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكريه السلام الوطني لكلا البلدين. كما التقى الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحه العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني تناول اللقاء مناقشه عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري واللبناني في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحه لكلا البلدين حضر اللقاءات عدد من قاده القوات المسلحه